السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت، أهلا وسهلا بكم، معكم مصطفى الكاشف. فيديو جديد وأخبار جديدة عن النادي الأهلي. ما تنساش تدعمنا باللايك علشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا، وكمان ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. أول حاجة نتكلم فيها تفاصيل الكاملة لاجتماعات لجنة التخطيط في النادي الأهلي، وكمان تفاصيل حلقة سيد عبد الحفيظ اللي النادي الأهلي بيحاول بشتى الطرق انه يمنعها، ومقارنة سريعة ما بين شعبية النادي الأهلي وما بين شعبية نادي الزمالك. على بركة الله نبدأ حلقتنا. في البداية نتكلم عن التفاصيل الكاملة لاجتماعات لجنة التخطيط النهاردة في النادي الأهلي. الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط اتكلم عن تفاصيل اجتماعه النهارده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في حضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنه. كابتن محسن صالح قال ان الاجتماع كان من ضمن سلسله من الاجتماعات اللي جرت الفتره الماضيه لمناقشه العديد من ملفات الخاصه بفريق كره القدم وقطاع الناشئين والاكاديميات، والتحضير للمرحله المقبله اللي قد تشهد استئناف لبطولة الدوري في حال موافقة الحكومة المصرية على ذلك، بما يضمن سلامة الجميع أولا ويحمي الأندية من الخسائر المتنوعة. اللجنة اطمأنت من كابتن سيد عبد الحفيظ على سير العمل وتواصل الجهاز الفني مع اللاعبين والتزام اللاعبين بالبرامج التدريبية في المنازل وفقا لرؤية وخطة المدير الفني السويسري ريني فايدر. كمان اللجنة ناقشت مع كابتن سيد عبد الحفيظ كل ما يخص المرحلة المقبلة وتجهيز تصور كامل عن كافة الملفات، سواء اللاعبين الراحلين، اللاعبين المعارين، مين اللي هيرجع للنادي الأهلي من اللاعبين المعارين، مين اللي هيتم تجديد إعارته، اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي في الموسم الجديد، والتدعيمات اللي بيحتاجها النادي الأهلي، للعرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بهدف توفير كل الدعم اللي بيحتاجه الفريق والجهاز في المرحلة القادمة. كمان الاجتماع تطرق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين اللي أجروا عمليات جراحية من فترات طويلة زي محمد محمود، كريم نيدفيد، سعد سمير، وتوفير الإمكانيات اللي تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية في ظل توقف النشاط الرياضي والظروف الراهنة اللي بتمنعهم من السفر لألمانيا لمواصلة برامجهم التأهيلية والعلاجية. كمان رئيس لجنة التخطيط الكابتن محسن صالح قال إن من ضمن الملفات اللي تم مناقشتها النهارده فيما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني أو اللاعبين في القنوات التلفزيونية وتطبيق لائحة النادي على الجميع، سواء كان عناصر الجهاز الفني بما فيهم المدير الفني أو مدير الكورة أو اللاعبين اللي ظهروا في القنوات الفضائية، بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية. خلي بالكم الكلام على ريني فايلر في خروجه في الحلقة بتاعت كابتن شوبير وسيف زاهر لما استضافوه حلقتين والراجل حصل في الساعة على 10,000 دولار في الساعة الواحدة. كابتن محمود الخطيب ريني فايلر لما طلع ما كانش بإذن من كابتن محمود الخطيب، إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب اتكلموا مع ريني فايلر في الموضوع ده، وإن أي حاجة بعد كده أو أي ظهور ليه إعلامي لابد يكون بموافقة رئيس النادي الأهلي واتصال مباشر ما بين فايلر وما بين رئيس النادي الأهلي. بخصوص ظهور سيد عبد الحفيظ ولاعبي النادي الأهلي سواء كان الشناوي أو علي معلول في برامج رامز جلال أو أي برنامج تلفزيوني آخر، النادي الأهلي هياخد حقوقه المادية من اللاعبين. وبخصوص سيد عبد الحفيظ تم التحقيق معاه وتم رفع التحقيق ونتائج التحقيق للكابتن محمود الخطيب بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية، ده بخصوص التحقيقات. كمان كابتن محسن صالح اتكلم عن دعم اللجنة الكامل للجهاز الفني واللاعبين واستمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة والتواصل مع سيد عبد الحفيظ بشأن العديد من الملفات وتوفير آليات النجاح لتحقيق طموحات جماهير النادي الأهلي العريقة. اخيرا اتكلم كابتن محسن صالح وتطرق الى مناقشه التقارير المقدمه من كابتن فتحي مبروك او من كابتن عمرو انور او من كابتن محمود صالح مدير اداره المواهب، او كمان التقرير المقدم من مدير عام الاكاديميات. كل ده تم مناقشته النهارده في اجتماع لجنه التخطيط في النادي الاهلي. نتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ وتفاصيل الحلقة بتاعة كابتن سيد عبد الحفيظ اللي ظهر فيها مع رامز جلال في رامز مجنون رسمي. بخصوص كابتن سيد عبد الحفيظ الحلقة المشكلة، الحلقة الأزمة اللي النادي الأهلي لحد اللحظة بيحاول مع مسؤولي قناة ام بي سي مصر ان هم يتم الغاء الحلقة، وفي محاولات واتصالات ما بين كابتن محمود الخطيب وما بين سيد عبد الحفيظ لجعل سيد عبد الحفيظ ان هو يرجع
البرنامج، ولكن لحد اللحظه كابتن سيد عبد الحفيظ ما رجعش اي شيء لبرنامج رامز جلال من اجل حذف الحلقه او عدم اذاعه الحلقه. المعلومات اللي عندنا بخصوص حلقه كابتن سيد عبد الحفيظ، صحيفة إماراتية كشفت تفاصيل حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال، وأكدت أن مدير الكورة في النادي الأهلي ظهر بعصبية كبيرة جدا جدا خلال تصوير الحلقة وظهور رامز جلال. كمان أكدت الصحيفة أن فور انتهاء المقلب انفعل سيد عبد الحفيظ بشدة على رامز جلال وتشاجر معاه وهدده بعدم إذاعة الحلقة، إلا أن كابتن سيد عبد الحفيظ حصل على مبلغ 50,000 دولار بما يقارب 800,000 جنيه مقابل الموافقة على إذاعة الحلقة والسماح بإذاعتها مقابل الظهور مع رامز جلال. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ تلقى انتقادات عنيفة بعد العلم ببرنامج رامز جلال في ظل رؤية الجميع بأن منصب مدير الكرة في النادي الأهلي لن يكون من الجيد ظهوره في مثل هذه البرامج اللي بتعتمد بشكل رئيسي على السخرية من الضيوف. البعض طالب كابتن سيد عبد الحفيظ او طالب برحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه بسبب هذه الحلقه مع رامز جلال. ده بخصوص حلقه كابتن سيد عبد الحفيظ وتفاصيل حلقه سيد عبد الحفيظ. طيب نخش على الموضوع الثالث بسرعه، وهو فوز النادي الاهلي باستفتاء قناه ابو ظبي. النادي الاهلي فاز في الاستفتاء بنسبه 70% الى 30% بالنسبه لنادي الزمالك. الاستفتاء ده بيثبت ان الواقع قادر انه يهدم في ثواني ساعات وايام وسنين من الكذب وتزييف الحقائق اللي الناس عاشت عليها على فكرة شعبية الزمالك اكبر او بتساوي شعبية النادي الاهلي. النهاردة وبعد استفتاء قناة ابو ظبي تم اطلاق اخر رصاصة رحمة على فكرة شعبية الزمالك اكبر من شعبية رصاصة رحمة على فكرة شعبية الزمالك اكبر من شعبية النادي الاهلي، لان صفحة ابو ظبي عملت حاجة عبقرية جدا جدا جدا، وهي انها كتبت في التصويت النادي الاكثر شعبيه داخل مصر وخارج مصر. الزملكاويه عبر الشهور الماضيه كان يقول لك الاهلي اكثر شعبيه داخل مصر، ولكن في الوطن العربي وفي افريقيا الزمالك الاكثر شعبيه. ابو ظبي عملت استفتاء نزيه، اهم حاجه انه بيتسم بالنزاهه، والاكثر شعبيه داخل مصر وخارج مصر. الاختلاف انت كل ما تتزنق تقول ماشي شعبيتك اكتر في مصر، بس انا شعبيتي انت اكتر في الخليج. وللامانة انا عمري ما فهمت قصة اكبر في الخليج اشمعنى الخليج يعني، بس اهو ماشي. حسما للجدل وفي اعتقادي كنوع من فهم العقلية المنافسة، فابو ظبي قالت داخل وخارج مصر، يعني لو لكم شعبية برة خلونا نشوف الشعبية دي. وهنا كانت الصدمة اللي قضت على كل الاكاذيب تزييف 30% نسبة شعبيتك في مصر وخارج مصر. في رأيي كمان ان 30% دي نسبة فيها بعض المبالغة، ويمكن جزء من جمهور الرجاء حب يرد الجميل لجمهور الزمالك ان هم في اعتقاد ان شعبية الزمالك لا تتجاوز 25% او 20% من شعبية النادي الاهلي. وحسما لجدل شعبية الزمالك في الخليج، حابب بس الناس تفهم ان اغلب سكان الخليج اهتماماتهم اكتر بالفرق الاوروبية مع انديتهم المحليه. بس لو الفكره بتاثير بعض النجوم الزمالك في الخليج زي كابتن حسن شحاته وغيره وتاثيرهم في الكره الخليجيه، حابب اقول ان الكابتن طه الطوخي حقق مع الكويت كمدرب اول بطوله خليجيه، الشيخ طه اسماعيل له بصمات تاريخيه في الكره الخليجيه، وهم اللي اسسوا كتير من افكار كره القدم في الخليج. كابتن محمود الخطيب شعبيته في الخليج اكبر في تاريخ نادي الزمالك، شفنا علاقه الخطيب والعلاقه الشخصيه التاريخيه زي مثلا علاقه الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي وبكابتن محمود الخطيب. الاجيال الحاليه في الخليج شعبيه ابو تريكه كلاعب اكبر من شعبيه انديه كتيره في مصر ومنافسه للنادي الاهلي. شفنا ابو تريكه في الخليج تم استقباله من جمهور الكويت ومن حاكم الكويت في الملعب ازاي في مباراه نجوم العالم. كمان في دول افريقيا والمغرب العربي تريكه لوحده لو دخل في اي استفتاء قدام نادي الزمالك هيكتسح. شفنا الزمالك بيلعب قدام الهلال في السعوديه، حد شاف مشجع سعودي واحد واقف في مدرجات الزمالك او مشجع سعودي في لقاء قبل المباراه بيقول انه جاي يشجع الزمالك؟ شفنا الزمالك بيلعب الترجي في قطر، هل حد شاف اي تقرير مع مشجع قطري بيساند الزمالك او موجود في المدرج؟ فؤاد انور نفسه النجم السعودي لما جه يعتزل جاب مين يلعبه في مهرجان اعتزاله؟ ما لقاش اكبر
نادي في الوطن العربي زاله، ملقاش اكبر نادي في الوطن العربي غير النادي الاهلي وشعبيته الجارفة. كل صحف السعودية كتبت عن دور جمهور الاهلي في نجاح المهرجان وتحويله لمباراة اعتزال تاريخية. شفنا في اي مباراة خارجية بين الاهلي والزمالك جمهور الاهلي في الامارات بيبقى اكبر في الملعب. طيب فين جمهور الزمالك؟ في مصريين وفي اماراتيين، فين هما؟ مفيش. طيب مدام القياس برضو يبين ان شعبيتك لما بتجتمع من مع مشجعي الزمالك مفترض تبقى اكبر. طبعا مفيش، حصلت فضيحة في موضوع التذاكر في السوبر الاخير، جمهور الزمالك معرفش يملأ مدرجاته وغطاها بالبنرات، بل شفنا ناس لابسة تيشيرتات النادي الاهلي موجودة في مدرجات الزمالك لان مفيش اماكن فاضية في مدرجات الاهلي، فراحوا قعدوا في مدرجات نادي الزمالك. صفحات النادي الاهلي على كل مواقع التواصل الاجتماعي اكبر من صفحات نادي الزمالك. طيب ليه جمهورك اللي خارج وداخل مصر مجتمع اكبر من جمهور الاهلي ولا هم اكتر بس ما بيتابعوش صفحاتك؟ حوالي 30 نادي بيحملوا اسم النادي الاهلي اللي كان الاهلي المصري اول فريق بيتسمى بالاسم ده. هل عمرك سمعت عن نادي الزمالك السعودي او الزمالك السوداني او الزمالك الاماراتي؟ عشان كده استفتاء ابو ظبي مختلف من نوعه، لانه كشف شعبية الزمالك الوهمية والمغالطات الشعبية في خارج مصر، وعرف الناس ازاي الاهلي هو الاكثر شعبية بكل طرق القياس الممكنة وبفارق ساحق عن نادي الزمالك اللي شعبيته الاكبر في الاستوديوهات بتاعه.